أهلا بكم معلمي رياضيات الصف السادس الابتدائي عبر منصة Discover Education للتطور المهني واستعراض أهم ملامح محتوى النصف الدراسي الأول من برنامج رياضيات الصف السادس الابتدائي. في المفهوم الأول، بعد ما تعرف الطلاب على الفرق بين التعبيرات الرياضية والمقادير الجبرية ومكونات المقدار الجبري وإزاي يحولوا بين الصيغة الرمزية واللفظية، بنيجي في المفهوم الثاني من الوحدة الثالثة بعنوان قيمة التعبيرات الرياضية. ومن الاسم عشان نوجد قيمة تعبير رياضي يبقى هنقوم بعمليات حسابية، فهنلاقي نفسنا في احتياج لتذكر ترتيب العمليات، وده اللي بيحصل في برنامج رياضيات التعلم 2.0. بيراجع الطلاب على قواعد ترتيب العمليات على تعبير عددي عشان تزيد ثقتهم في استخدام نفس القواعد مع ترتيب العمليات على مقادير جبرية، وبيكتسبوا واحدة من الممارسات الصفية في الرياضيات وهي البحث عن أنماط أو خواص مشتركة والاستفادة منها. وبنفس منطق التعلم من مراجعة الأنماط، بيراجع الطلاب على قوى العدد 10 عشان يعرفوا يعني إيه أس ويعني إيه أساس، ويراجعوا قيمة الأسس في أبسط صورة، مع ملاحظة أن كل ده بيتم تقديمه مع التعبيرات العددية كتمهيد لتقديمه فيما بعد مع المقادير الجبرية، وبيتدربوا على حل مسائل عددية فيها ترتيب عمليات وتبسيط للمقادير الجبرية في أبسط صورة. وبنلاحظ نوع تاني من التمهيد للمقادير الجبرية في مسائل حياتية بتتطلب من الطالب كتابة مقدار جبري بيمثل موقف شراء أشياء محددة القيمة مع قسيمة خصم كموقف حياتي يستخدم المتغير للتعبير عنه وحله، ومن خلال نشاط عملي بصيغة البي دي اف على النسخة الرقمية، والنشاط عبارة عن بطاقات فيها مقادير جبرية وبطاقات أخرى فيها قيم مختلفة لمتغيرات، بيستكشف الطلاب إزاي بتتغير قيمة المقدار الجبري وفقا لقيمة المتغير. بعد كل التمهيد ده بيكون الطلاب على استعداد لاستخدام اللي تعلموه في إيجاد الخطوات الواجب اتباعها في ترتيب العمليات وتبسيط الأقواس والأسس في المقادير الجبرية. بمعنى آخر، إن ما بيكونش مطلوب من الطالب لحد دلوقتي بالتأكيد على إيجاد حل نهائي لمقدار جبري، لأنه عشان يوجد قيمة مقدار جبري بيكون مطلوب من الطالب في البداية التركيز على خطوات حل مقدار جبري، وبعد كده بيتدرب الطالب على اختيار الترتيب الصحيح للعمليات اللي هيستخدمها عشان يوجد قيمة مقدار جبري، وفي النهاية بيكون الطالب مستعد لإيجاد قيمة مقدار جبري وشرح أسباب وطريقة الحل. بنفس التدرج السلس والمنطقي، بيكون الطالب جاهز إنه مش بس يحل مسائل عن مقادير جبرية، لكن كمان يستنتج قوانين ممكن يستخدمها في حل مسائل مشابهة، كتأكيد لأحد الممارسات الصفية لرياضيات الصف السادس الابتدائي بتكسب التلاميذ القدرة على البحث عن أنماط وخواص مشتركة والاستفادة منها. وبنأكد أن القوانين الموجودة في نهاية المفهوم مش عشان التلاميذ يحفظوها ولا يحلوا عليها مسائل مجردة، فبنلاحظ أن الطالب بيتم إعطائه قوانين التحويل من الدرجة السيليزية لفهرنهايت والعكس، وبيكون مطلوب منه إما التحويل من درجة حرارة لأخرى أو اكتشاف خطأ في حل مسألة كتدريب على إيجاد قيمة مقدار جبري. وفي نشاط عملي رائع بيستخدم فيه الطلاب أعواد تخليل الأسنان أو السبورة الرقمية عشان يكونوا مثلث كبير متساوي الأضلاع وجواه مثلثات أصغر متساوية الأضلاع، بس المرة دي بيكون مطلوب منهم كتابة المقدار الجبري اللي بيساعد في تكوين القاعدة أو القانون اللي يقدر يحسب به محيط المثلث الكبير اللي كونوه أو إيجاد عدد المثلثات الداخلة له. وبنأكد للمرة التانية إن مش مطلوب من الطلاب حفظ القوانين اللي اكتشفوها، ولكن مطلوب منهم يكتشفوا وجه الشبه بين حل مسألة باستخدام قانون عن محيط المثلث مثلا وإيجاد قيمة مقدار جبري. وفي نهاية استعراضنا للمفهوم، لاحظنا قد إيه التدرج والتسلسل في مسائل وتدريبات المفهوم بتساعد الطلاب في استيعاب طرق إيجاد المقدار الجبري والطلاقة فيها وتطبيقها في سياقات حياتية وقوانين الهندسة. وأشكركم وإلى اللقاء في مفهوم آخر.